دعاؤه عليه السلام في استكشاف الهموم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا فارج الهم وكاشف الغم، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، صل على محمد وآل محمد، وافرج همي واكشف غمي، يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اعصمني وطهرني واذهب ببليتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك سؤال من اشتدت فاقته وضعفت قوته وكثرت ذنوبه، سؤال من لا يجد لفاقته مغيثا ولا لضعفه مقويا ولا لذنبه غافرا غيرك. يا ذا الجلال والإكرام، أسألك عملا تحب به من عمل به، ويقينا تنفع به من استيقن به حق اليقين في نفاذ أمرك. اللهم صل على محمد وآل محمد، واقبض على الصدق نفسي، واقطع من الدنيا حاجتي، واجعل فيما عندك رغبتي شوقا إلى لقائك، وهب لي صدق التوكل عليك. أسألك من خير كتاب قد خلا، وأعوذ بك من شر كتاب قد خلا، أسألك خوف العابدين لك، وعبادة الخاشعين لك، ويقين المتوكلين عليك،
وتوكل المؤمنين عليك. اللهم اجعل رغبتي في مسألتي مثل رغبة أوليائك في مسائلهم، ورهبتي مثل رهبة أوليائك، واستعملني في مرضاتك عملا لا أترك معه شيئا من دينك مخافة أحد من خلقك. اللهم هذه حاجتي فأعظم فيها رغبتي، وأظهر فيها عذري، ولقني فيها حجتي، وعاف فيها جسدي. اللهم من أصبح له ثقة أو رجاء غيرك فقد أصبحت وأنت ثقتي ورجائي في الأمور كلها، فاقض لي بخيرها عاقبا، ونجني من مضلات الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله المصطفى وعلى آله الطاهرين.